بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 26 من الكتاب، الباب 26 من الكتاب 33، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 704، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه، يعني مباشرة بغير واسطة، من فيه إلى فيه، قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعد صلح الحديبية، يبقى المدة دي اللي هي مدة صلح الحديبية حيث توقف القتال بين المسلمين وبين كفار قريش بمقتضى صلح الحديبية، وكان في العام 6 من الهجرة. قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فبين أنا بالشأم إذ جيء بكتاب الشأم والشام، هكذا بالهمز وغيره، لغتان صحيحتان. فبين أنا بالشأم إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروم. قال وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، وبصرى دي تعتبر قرية الوقت موجودة، تعتبر في الأردن تقريبا، لأن الأردن كان هو بداية الشام، بداية الشام بعد جزيرة العرب الأردن، ففلسطين اللي أرض كنعان أو حوران، يبقى فلسطين كان اسمها أرض كنعان أو حوران زمان في الكتب القديمة، والأردن اللي فيها بصرة، وبعد كده سوريا ولبنان، كل دي كان اسمه الشام أيام النبي، اتقسم بقى الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، ودلوقتي بقى الأردن وإسرائيل ولبنان وسوريا، ربنا يحررها وتعود تاني فلسطين. فدفعه إلى عظيم بصرة، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش، كانوا تجار، فلما وصلوا الرسالة من رسول الله، ورسول الله من قريش من جزيرة العرب، أراد أن يعرف أخبار هذا النبي من أهله، أهل بلده،
فارسل في الاسواق فعرفوا ان في وفد جاي من الحجاز تجار كان على راسهم ابي سفيان، فارسل الى ابي سفيان ان يدخل عليه فيساله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فاجلسنا بين يديه فقال ايكم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ فقال ابو سفيان، فقلت انا، فاجلسوني بين يديه واجلسوا اصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه. ليه اجلس اصحابه خلفه؟ عشان لو كذب يقدروا ايه يبينوا الكذب، انما لو كان مواجه ليهم قد يستحب الوجه للوجه يستحب. ودي برضو من حكمته، هو يريد ان هو ايه يجلسهم خلفه حتى لا يستحوا من تكذيبه اذا كذب، انما ما يبقى الانسان مواجه والوجه للوجه قد يستحي بالمواجهه ان يكذبه فيتغافل عن كذبه، لكن هو ايه اجلسهم خلفه حتى يتجرأوا على تكذيبه اذا كذب، فيزيل منهم حرج المواجهه. وده برضو ايه يدلك على حكمته، كان رجلا حكيما. واجلسوا اصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه، والترجمان هو الذي يتكلم بلسانان، لان هرقل لم يكن يتكلم بالعربيه، فاحتاجوا الى ترجمان يتكلم ايه يفهم اللغتان حتى يكون واسطه بينه وبين ابي سفيان. فقال له، قل لهم، يعني قال لترجمانه، اني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم انه نبي. يقول لاصحابه اللي قاعدين خلفه، يقول للترجمان قل لاصحابه دول انا حسأل الرجل ده عن الذي يدعي انه نبي، فان كذبني كذبوه. فهمت؟ بيرتب القعده الاول. فان كذبني فكذبوه. قال، فقال ابو سفيان، ويم الله، لولا مخافه ان يؤثر علي الكذب لكذبت. يعني المساله سمعه اكثر منها يا مبدا، هي سمعه وخلاص تسمعوها. مخافه ان يؤثر علي الكذب لكذبت، يعني منعه سمعته فقط لا مبدئه، حيث لا مبدا للكافر، كان ساعتها كافر. ثم قال لترجمانه، سله كيف حسبه فيكم؟ والحسب ايه يطلق على المفاخر في النسب، يعني مفاخره في نسبه. قال، قلت هو فينا ذو حسب، لان المفاخر بتتحسب، يقول لك جده كذا وعمله كذا وعمله، ويقعد يحسبه يحسبه يحسبه، فسموه عشان تبقى المفاخر كتيره سموها حسب، حيث انها جاءت من الحساب تحسب، يعني بتبقى اصلها اللغوي، يعني جايه من عد المفاخر، وعد المفاخر يكون حسابا، مش كده؟ فقالوا حسب ونسب، فالنسب ما كان بالولاده والحسب ما كان بفعل المفاخر. فهمت؟ سله كيف حسبه فيكم؟ قال، قلت هو فينا ذو حسب. قال، فهل كان من آبائه ملك؟ قلت لا. قال، فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال، ومن يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال، قلت بل ضعفاؤهم. قال، أيزيدون أم ينقصون؟ قال، قلت لا بل يزيدون. قال، هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال، قلت لا. قال، فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال، فكيف كان قتالكم إياه؟ قال، قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا. سجالة يعني بالتبادل كده، احيانا احنا ايه نكسر اتباعه واحيانا يهزموننا، ادي معنى سجال، يوم لنا ويوم علينا.
يصيب منا ونصيب منه، يعني يقتل منا ونقتل منه، ادي معنى. قال فهل يغدر؟ والغدر هو ضد الوفاء. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. يعني واحنا دلوقتي عاملين معاهدة ومش عارفين بقى هيغدر فيدي ولا لا بقى، لكن قبل كده ما بيغدرش، يعني اراد ان يلمزه بحاجة بقى. فهمت بقى ازاي؟ لانه كانوا ساعتها حصلش الحديبية، واللي غدر في الحديبية هم برضه في الاخر، وده كان سبب ايه؟ فتح مكة. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. والمدة دي كانت ايه؟ 10 سنين. مقتضى الصلح كده 10 سنين ما يحاربوش بعض، مقابل اتفاق معين عمله النبي معه. ما كملوش، هي سنتين وغدروا، ففتحت مكة في العام الثامن من الهجرة، والمعاهدة كانت سنة 6 هجرية، نقضوها 8 هجرية فتحت مكة. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه، يعني شيء فيه نوع من اللمز أو العيب، لأن النبي ما فيهوش أي حاجة تتعاب، فما عرفش بس يدخل إلا من الحتة دي. انه بيقول والله احنا في المستقبل مش عارفين بقى هيغدر ولا لا بقى في المستقبل. فهمت ازاي؟ هو عايز يقول كده، لكن قبل كده ما غدرش. قال فهل قال هذا القول احد قبله؟ يعني هل حد قال انه نبي قبليه كده من اهله يعني، او في المنطقه بتاعتكم؟ قال قلت لا. قال لترجمانه قل له إني سألتك، هيبتدي بقى يبين له حكمة كل سؤال. إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. هرقل ده كان عالم من علماء أهل الكتاب بجانب أنه حاكم. وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه، أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا. فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمت ألا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قد قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله، يعني بيقلد واحد. قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. والعفاف هو كل ما لا يليق من خوارم المروءة، يبقى كلمة عامة. العفاف كلمة عامة تعم على ايه؟ على الامتناع عن كل ما لا يليق فعله من خوارم المروءة.
كويس؟ فلا ينظر إلى ما لا يليق، ولا يتكلم ما لا يليق، ولا يفعل ما لا يليق. أدي معنى العفو. ولا يأخذ ما لا يحل له. يبقى عف عن المال الحرام، عف عن النظر الحرام، عف عن قول الحرام، وعف عن فعل الحرام. فهمت؟ أدي معنى العفاف، كلمة جامعة تدل على الاستقامة في القول والفعل والاعتقاد. قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي. ليه؟ لأنه عارف إن إيه من العلم بتاعهم، إن في نبي هيظهر في هذه البقعة من الأرض في آخر الزمان. فتوفرت الشروط وأنا أوان ظهوره. يبقى خلاص، يبقى هو ده، لأنه لسبق علمه من إيه؟ من الإنجيل ومن التوراة وغير ذلك مما كان عندهم من ذكر هذا النبي في الكتب القديمة الشائعة بينهم. وأنه يخرج من العرب، ويخرج في جزيرة العرب، ويخرج من نسب أهل مكة، وكل ده عارفينه، يعرفونه كما يعرفون أبناءه. حتى إن عبد الله بن سلام قال: والله إني أعرفه أكثر من ابني، فإني لا أدري ماذا فعلت امرأتي، لكن ده أعرفه أكثر من ابني. شوف قد إيه. وعبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود. قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه تبركا. يعني غسل عن قدميه وخد المياه دي يتبرك بها ويتواضع له. يعني شوف ملك كده قد ايه بقى عظيم الروم، يقول لك اروح اغسل له رجليه اتواضع له. يبقى التواضع للانبياء مطلوب، توقير الانبياء مطلوب، ودي ادب معروف عند كل الامم الا عند الوهابيه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. يعني ده عارف كل حاجه سبحان الله عنده، لكن شوف علمه ده كله ما نفعوش. بسبب ايه؟ ان الدنيا في قلبه، خاف يسيب الملك بتاعه. فعدوك الحقيقي هي الشيطان والدنيا. خد بالك، عدوك الحقيقي جدا الدنيا. تدخل قلبك تلاقي نفسك تبيع دينك من اجلها. فطلع الدنيا دي من قلبك خالص، ما يعرفش الشيطان يدخل لك. لان الشيطان يدخل لك من جهة ايه؟ حبك للدنيا. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه. شوف قبل ما يقرأ الكتاب عايز يعرف من الذي أرسله الأول، وده إيه؟ ده يدلك على حكمته. مش يتسرع زي كسرى. كسرى أول ما جاله الكتاب كان متسرع جاهل جهول، قال ايه ده؟ واحد اعرابي كده جاي لنا من جزيره العرب؟ راح بعت لعامله في اليمن قال له اقبض عليه وهاته لي هنا متكتف، ومسك الرساله قطعها. فقام النبي قال: اللهم مزق ملكه كما مزقه. لكن هرقل مسك الرساله اكرمها وطيبها واحتفظ بها وشالها عنده تبركا. فهمت قد ايه؟ لانه عارف ان دي ليها قيمه. فرق بين تصرف العالم والجاهل الجهول. ولما جاء الراجل يقبض على سيدنا رسول الله من ده قال له ايه؟ امهلني يوم. امهله. قال له ثاني يوم، قال له امهلني يوم. امهله. قال له ان الذي ارسلك قبضه الله، قتله ابنه. شفتوا ازاي؟ فالراجل اللي جاي يقبض على النبي اسلم. حاجات غريبه سبحان الله، لانه اخبره بما يحدث هناك في الفرس وهو قاعد في المدينه. ولا في موبايل، ولا في نت، ولا في سي ان ان، ولا في اي اخبار، ولا جزيره مباشر، ولا غير مباشر، ولا في حاجه غلط. في الوحي، في الوحي بس. فالراجل لما عرف كده اسلم.
قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. استدل العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، فإذا كتب القرآن وسط كلام وغلب الكلام عليه جاز حمله للجنب. فهمت بقى ازاي؟ زي كتب التفسير، لأن بسم الله الرحمن الرحيم دي قرآن لكن في وسط كلام يبقى يجوز حملها. أو امسكها هو هرقل وهو إيه كافر وقرأه، لو كان لا يجوز ما كانش مكنه منها، أو لم يكتبها واكتفى بأن تلفظ بها ولم يثبتها في الورق. فهمت؟ فاستدل العلماء من هذا على جواز قراءة كتب التفسير إذا كتب القرآن فيها وغلب الكلام على القرآن، بشرط ألا يكون القرآن مكتوب في إيه برواز منفصل. فهمت؟ لكن لو مكتوب القرآن في برواز منفصل كده والكلام حواليه يبقى لا حكم القرآن، لا يمسه إلا المطهر. مكتوبة بالعربي بقى وبيترجمها له، طبعا ترجمان يقراها له ويترجمها. فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أدب الرسالة أن تذكر اسمك ثم تذكر إلى من أرسلت أولا بعد البسملة أو الحمد لله. يبقى الرسائل أدب يبين لك أداب الرسائل، تبدأها بذكر الله ثم ببيان من أرسل ولمن ترسل، فيبدأ بنفسه الذي أرسل ثم يذكر اسم من أرسلها إليه. الواجب إيه؟ بيكتبها لك في الآخر، رسالة صفحتين ثلاثة بيكتب اسمه في الآخر، عرف كده الواجب. لكن الأولى إنك تكتب له من الأول عشان يبقى عارف إن الكلام اللي هيقراه ده جاي من فلان. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وده يدلك على أن النبي ينزل الناس منازلهم، فقال علي عظيم الروم، فأنزل الناس منازلهم، والنبي أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وألا نبخسهم حقهم، وده من نوع من التودد أيضا. قول له قولا لينا لعله يتذكر، ما قالش إلى هرقل حقير الروم. ما زي على وهابي بعت الرساله كان قالها كده، واخد بالك؟ لانهم منفرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبخس الناس اشياءهم، فقال له الى هرقل عظيم الروم، فاداله منصبه الذي نصبه الله عليه. سلام على من اتبع الهدى، اما بعد. اما بعد يسموها فصل الخطاب، اللي هي بعد المقدمة تدخل في الموضوع. يسموها ايه؟ فصل الخطاب. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فقالوا أما بعد دي فصل الخطاب. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. وده من الإيجاز الفصيح البليغ، أسلم تسلم، تسلم دنيا وأخرى. شفت ازاي؟ إيجاز بليغ عظيم. أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أجر إسلامك وأجر إيمانك بالكتاب المنزل من قبل، واخد بالك؟ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما سبق، مش قايل كده؟ ترجمة القرآن بالظبط. يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت، يبقى يبدأ بالبشارة ثم ينتهي بالنذارة. بدأ بالبشارة أسلم تسلم ومش كده وبس، ويؤتيك الله أجرك مرتين، ده ترغيبه، ثم بعد ذلك الترهيب. وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيين قيل هم الفلاحين يعني، أو الرعية، الرعية الذين تحكمهم، لأنك إذا لم تسلم تبعوك في الكفر فتحمل أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، لأن الدل على الخير كفاعله والدل على الشر كفاعله. فقالوا الأريسيين هم أتباعه، وقيل أتباعه كانوا يتبعون عبد الله بن أريوس، وهو كان
من النصارى العلماء الذي كان له دعوة أن عيسى رسول من عند الله وليس ابن الله، كويس، فهو منسوب إليهم. يعني قيل في معنى الأريسيين أنواع كثير، وبعدهم قال هي معنى الأكارين أي الفلاحين، قيل فيها معاني كثير. فإن عليك إثم الأريسيين، ولكن هو معناه التابعين لك، الرعايا الذين تحكمهم وخلاص. ليه؟ لأن إذا أسلم الحاكم تسلم معه الرعي، فيأخذ ثواب نفسه وثواب الرعي كمان. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قرآنه. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، ابتدوا يتهمهموا بقى الجماعة اللي قاعدين حواليه، وأمر بنا فأخرجنا. خرج بقى أبو سفيان والعرب اللي قاعدين، وإيه وقعد هو يتفاهم بقى مع الحشية بتاعته. فأخرجنا، قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. لقد أمر يعني عظما، أمر يعني عظما، أمر ابن أبي كبشة نسبه إلى بعض أجداده، حيث أن بعض أجداده أجداد أمهاتهم كان إيه يقال لهم أبي كبشة، يعني يقال إن جد مثلا أبيه من جهة جدات الأمهات كان يقال له إيه ابن أبي كبشة، ويقال أبي كبشة هو إيه كانت كنية زوج حليمة السعدية التي أرضعته. وتملي العرب إذا أرادت إنها تسيء لإنسان أو تلمزه تنسبه إلى أجداده من قبل أمه، كأنه ينكرون نسبه الأعلى من جهة الأب، وهو يريد أيضا الإساءة، شغل إجرام الكفار على عادتهم يسيئون للنبي. فهمت بقى المسألة؟ فيقصد هنا ابن أبي كبشة اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل أنه نسبه إلى زوج حليمة لأنه كانت أيضا له كنية اسمه أبي كبشة، وقيل أن بعض أجداد النبي كانت أجداد أمهاتهم لهم إيه كنية بأبي كبشة، كذا جد من أجداد النبي لهم أمهات ينتسبون إلى أجداد كنيتهم أبي كبشة، وهو لا يقصد على عادة العرب إيه الإساءة في النسب. لقد أمر يعني عظم أمر ابن أبي كبشة يعني قدره، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. طبعا ملك بني الأصفر ده أيام يعني أيامهم زي مثلا أمريكا اليوم من دول في زماننا ده، يقول ده بقى أمريكا بقى خايفة من النبي، هو طبعا مش شايفه نبي، قريب وقاعد في جزيرة العرب. وبعدين بقى العظماء الكبار دول كانوا لا يتصور العرب اصلا ان هم يفكروا ان هم يدخلوا اصلا يكلموا ايه القياصرة او يكلموا الامراء والملوك هؤلاء، ما كانوش يتصوروا هذا، لان كانت نظرتهم للعرب ان هم شوية رعاع بيمشوا ورا الجمال وبيرعوا الغنم وبيقتلوا بعض وما لهمش قيمة، امة لا قيمة لها، فكانوا لا يؤبه بهم. فهم؟ فطبعا لما شاف الحكايه دي دخلوا القصر ومعاه وبيقرا عليه رساله من النبي والدنيا ولغط وقعده واهتم بالرساله، ايه ده؟ ايه ده؟ ده امره عظيم قوي، ده محمد بن عبد الله ده حاجه كبيره قوي، ده احنا مش واخدين بالنا بقى ولا ايه؟ فهم؟ ففوجئ يعني ابي سفيان فوجئ بالازمه، وهو كان مفتون بالعظمه، كان يحب التعظيم كده والعظمه والملك والقيادة والرياسة، مفتون. وفضلوا أبناؤه وارثين منه الجين العظمة ده لحد ما خدوا الحكم وقتلوا آل البيت
وعملوا الايه؟ الدولة الأموية الكبيرة اللي كلها ظلم ودماء، وفي الآخر ربنا سلط عليهم العباسيين قتلوهم، اللي عملوه في آل البيت اتعمل فيهم لما طلع لهم السفاح الكبير اللي ايه؟ اللي أنشأ الدولة العباسية وكانت ظالمة أيضا. فالظالم أزال الله بظالم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فربنا ينجينا من الظلم وحب العظمة. عشان كده الصوفية بنوا طريقهم على التواضع وعلى عدم حب الدنيا وعلى إنكار الذات وعلى إيثار الآخرين بالخير. واخد مبنى طريق الصوفية كده، هو ده اللي يفتح لك كل باب خير. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. ده بعدها بسنتين بقى بعد فتح مكة، ودخل الإسلام بالعافية في قلبه. يا ساتر، بالعافية. سيدنا العباس تعالى يا ابني وسفيان هنا ويتحايل عليه ويقول شوف ملكه بقى عظيم، يقول له مش ملك، دي نبوة يا أبو سفيان، دي نبوة مش ملك. كل مخه في الملك حاجة. لما ورث ولاده كده، لما جاء معاوية ادى الملك ليزيد، ويزيد راح بعد كده قتل اهل المدينة في الحرة، وبعت وقتل سيدنا الحسين، وكل ده ملك، كل ده من اجل الملك. فضل الملك فيهم، الملك العضود، هم اول من اسسوه بني امية، 150 سنة ملك عضود. بعد كده ربنا أزلهم بملك عضود تاني يقعد 600 سنة خلافة عباسية. وبعدين الخلافة العباسية لأنها برضو كانت عضودة يقوم ربنا يزلهم بالترك والعثمانيين، ويقعدوا العثمانيين يقتلوا في بعض برضو وظلم وخلاف لحد ما تنقضي. والله لا يزيل نعمة إلا إذا كان الناس لا يستحقوها. يا رب دي كويس، ما أزلش الخلافة إلا لأنهم لا يستحقوها أن يستمروا فيه بسبب كثرة المظالم. فربنا ينجينا من الظلم. وعن أبي قال وحدثناه حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وزاد في الحديث وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص الى الياء. حمص دي موجوده في سوريا، اللي مدفون فيها سيدنا خالد بن الوليد، مدفون في حمص، مسجد كبير هناك، ربنا يعني يزيل الفتنه منه ويجمع شمل ابنائه. مشى من حمص الى الياء شكرا لله، يعني خدها مشي على اقدامه من حمص لحد القدس شكرا لله. يعني ده قيصر، وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس، مش قال لك غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين؟ فلما غلبت الروم فارس مشي، نذر قيصر ان يمشي على قدميه الى الياء حاجا، كانوا يحجوا البيت المقدس النصارى، فهمت ازاي؟ وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء شكرا لما أبلاه الله، وقال في الحديث من محمد عبد الله ورسوله، وقال إثم اليريسيين، وقال بدعاية الإسلام، أدعوك بدعاية الإسلام. يعني كل دي بعض الألفاظ المختلف فيها. يعني باب كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. وعن أبي قال حدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النجاشي اللي النبي صلى عليه ده اللي هو أسلم أصلا، اللي هو اسمه إيه؟ أصحمة، مش كده؟ كان اسمه أصحمة. أسلم على يد سيدنا جعفر بن أبي طالب لما هاجروا إلى الحبشة، وقرأ عليه سورة مريم، وبعدين مات والنبي صلى عليه صلاة الجنازة
لكن النجاشي بقى اللي هو ايه في عام الرسائل دي، كان عام الرسائل دي بعد صلح الحديبية، فهمت بقى؟ فكان جاء نجاشي تاني، نجاشي تاني، فده ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يدعو للاسلام. وكلهم كانوا عندهم علم بان هناك نبي يظهر في اخر الزمان في هذه البقعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني اني قد ظهرت وانتم تنتظرون ظهوري، فاتوا الي لتنصروني. مش بيبغتهم بعلم جديد، لا، ده هم العلم عندهم وعارفين، فهم بيقول لهم انا قد ظهرت، انا قد جئت ونورت الارض، فهمت؟ لكن بعضهم يعني ايه ابى بسبب ايه حب الدنيا وحب الملك. وعن ابي قال وحدثناه محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الجنازة، صلاة الغائب يعني. وعن ابي قال وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال اخبرني ابي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن انس ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على باب في غزوة حنين غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أعد عاداتك علينا باللطف البهجي يا رب العالمين، ووفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام وحسن الأخلاق ما حيينا يا رب العالمين، وتقبل ذلك منا يا أفضل يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما